إذا ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الروسية موسكو المحلل السياسي ديمتري بريجا. سيد ديمتري، أهلا وسهلا بحضرتك. هل ينظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جمهوريات آسيا الوسطى، إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، باعتبارها قد تشكل بديلا حقيقيا حتى على المستوى الاقتصادي عن الدول الأوروبية أو الدول الغربية في عمومها؟ مساء الخير، تحياتي لكم للسادة المشاهدين. أعتقد بكل تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى بأن دول الاتحاد السوفيتي السابق خصوصا دول آسيا الوسطى يمكن أن تلعب دورا مهما في تطوير أو في تخطي العقوبات التي فرضت على روسيا، العقوبات الغربية التي هدفها الأساسي ضرب الاقتصاد الروسي. ولكن من الجهة أخرى يجب أن نفهم بأن بعض الدول الآسيوية ودول الاتحاد السوفيتي السابق في الأصل وسط سياسات أقرب للدول الغربية، خصوصا قازاخستان التي حتى الآن يعني موقفها تجاه الملفات السياسية الدولية وتجاه السياسة الخارجية الروسية مختلف تماما بما يخص الملف الأوكراني وما يخص ضم المناطق التي يعني ضمتها روسيا وفق الاستفتاء. من الواضح بأن الآن توجه نحو آسيا الوسطى هو الحل الوحيد لدى روسيا في الوقت الحالي بسبب الضغوطات التي تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على دول الاتحاد الأوروبي لكي تفرض مزيدا من العقوبات بسبب العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية. لكن هل ينظر الرئيس الروسي إلى هذه الدول أو إلى هذه الاقتصادات باعتبارها بدائل فعالة بالفعل، ولا هذا ربما يصنف على أنه اختبار لحجم الولاءات في الخاصرة المحيطة بروسيا؟ وحضرتك أشرت إلى أن بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي لا تحظى بوفاق كامل مع موسكو. بكل تأكيد أعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى بأن دول آسيا الوسطى، دول الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى، هي دول يمكن أن تساعد روسيا في تخطي جزء من العقوبات الغربية، كون هذه الدول حتى الآن يعني هي أقرب من روسيا من دول الأخرى، من دول الغربية وحتى الصف الغربي. بكل تأكيد هناك تأثير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الدول لكي تغير من اتجاهها السياسي. كما قلت مثلا كازاخستان حتى الآن موقفها يعني بعيد عن السياسة الخارجية الروسية بما يخص كثير من الملفات، وحتى الدول الأخرى. يعني من الواضح بأن التأثير الغربي والتعاون مع الدول الغربية يؤثر على العلاقات الثنائية بين روسيا ودول آسيا الوسطى. ولكن أعتقد بأن الحل الوحيد الآن لروسيا هو التقرب من هذه الدول أو إيجاد حلول لأن يكون هناك سياسة مشتركة بين روسيا ودول آسيا الوسطى، دول الاتحاد السوفيتي السابق، ولأنه هذه الدول الآن بالفعل تساعد روسيا في تخطي جزء من العقوبات التي فرضت على روسيا، خصوصا العقوبات على البضائع التي يتم أخذها من الدول الغربية، حيث يعني يتم إرسال أو وصول أخذ البضائع التي فرضت عليها العقوبات من قطع تغيير السيارات والطائرات وغيرها من دول لآسيا الوسطى، وهذا الشيء يساعد روسيا في تخطي جزء من العقوبات التي فرضت الآن بالفعل على روسيا. لكن نظر إلى موقف كازاخستان الذي تبدل نسبيا، صحيح أنه لم يعلن قطيعة أو خلافا كاملا مع موسكو، لكنه على الأقل لم يكن بالولاء الكامل الذي أظهرته دول أخرى، الموقف الكازاخي وموقف طاجكستان أيضا. ما السر وراء هذين الموقفين تحديدا في دول آسيا الوسطى سيد ديمتري؟ أعتقد بأن هذه الدول لديها تعاون كبير مع الدول الغربية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها استثمارات من الدول الغربية، وهذه الاستثمارات تقع في صالح الدول، وخصوصا قازاخستان التي يعني الآن حتى الآن تحافظ على علاقتها مع الدول الغربية ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وهم شركاء في الكثير من الأمور، ولذلك يعني هم يحاولون التوازن في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، ولكن هم لا يستطيعون التقرب كثيرا في الكثير من الأمور، لأنه بسبب هذا الشيء قد تفرض عقوبات على قازاخستان أو دول التي تتعاون مع روسيا. نعرف بأن حتى الآن بالفعل دول الغربية يعني تحاول أن ترسل رسائل واضحة للدول التي تتعاون مع روسيا ودول حتى الآن التي موقفها حيادي تجاه الملف الأوكراني، بأنها سوف يتم فرض العقوبات إذا ساعدت هذه الدول في تخطي العقوبات التي فرضت على روسيا. لكن ألا تخشى روسيا أصلا ما بعد هذا الصراع الجاري في أوكرانيا هذه الآونة أن تخدش هيبة روسيا في محيطها في بعض الدول التي كانت تتعامل معها باعتبارها لا تزال حتى هذه اللحظة جزءا من الأقاليم الروسية حتى وإن لم تكن كذلك سياسيا أو دستوريا؟ ألا تخشى روسيا أن تؤثر هذه الأزمة على مستقبل علاقاتها مع مجمل دول وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق؟ أعتقد بأن بالفعل هناك مشاكل وخلافات كثيرة مع دول الاتحاد السوفيتي السابق. دول الاتحاد السوفيتي السابق التي كانت ضمن يعني الاتحاد السوفيتي تغير موقفها تجاه روسيا، لأنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأ يعني قادة الاتحاد السوفيتي أو قادة السوفيتين وحتى بعد في عهد بوريس يلسن غير موقف تجاه هذه الدول. بعض الدول حست بأنها تم خيانة
يعني توجها السياسي، وهذه الخيانة التي يعني حدثت في السابق أو ترك هذه الدول تكافح الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بمفردها سبب مشاكل في التعاون بين روسيا وهذه الدول. ولذلك أعتقد بأن بكل تأكيد يعني العلاقات الآن الثنائية والعلاقات بين روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق ليست في أفضل حال، وكما قلت لأنه هذه الدول حتى الآن ترى وليس لديها وثوق كامل بالسياسات الخارجية الروسية، وهذا الشيء يعني حتى الآن يجبر هذه الدول بالتعاون مع دول بالتعاون أكثر مع الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أعتقد بأن الآن روسيا تحاول التقرب مع هذه الدول، تحاول لكن ما يجري في أوكرانيا هذه إشارة مهمة، لكن ما يجري في أوكرانيا الآن سيغير شيئا من الواقع، سيخلق واقعا جديد، أم سيبقي على نفس المسافة التي كانت قائمة بين روسيا وبين هذه الدول؟ أعتقد بأن سوف يبقى أو حتى يمكن أن يزداد التوتر بين دول الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا إذا ما تم الضغط على هذه دول الاتحاد السوفيتي السابق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية اقتصاديا، لأننا نعرف بأن بالفعل الدول الغربية تحاول فرض العقوبات، تحاول فرض الهيمنة على هذه الدول، ورأينا موقف أرمينيا وحتى موقف باشينيان حتى الآن الذي واضح بأنه موقفه ليس قريب من روسيا بسبب عدم دعم روسيا أرمينيا بما يخص معركة الجيش الأرميني في ناغورني كاراباخ، والموقف الحيادي اللي اتخذته روسيا بين أذربيجان وأرمينيا. ولذلك يعني واضح بأن بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق حتى الآن موقفها يعني هو ليس قريب لروسيا، كما قلت لأنه يعني التعاون الذي كان في زمن الاتحاد السوفيتي السابق انهار، وانهار الاتحاد السوفيتي، ولذلك هناك توتر بين روسيا وهذه الدول لأنه كما قلت هناك ضغط ومحاولة لممارسة الضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على هذه الدول لفرض الهيمنة وتغيير موقفها الداخلي.